وكما ورد في الرسالة التي أرسلها وزير خارجية إيران إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام، إن نظام إسرائيل المجرم قد انتهك بشكل فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال ارتكاب عمل عدواني متعمد ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية. في أولى ساعات صباح يوم السبت 26 أكتوبر، أطلقت الطائرات الحربية العسكرية الإسرائيلية صواريخ بعيدة المدى على مسافة 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية، مستخدمة المجال الجوي الذي أمنته القوات العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق. هذه الصواريخ قد استهدفت رادارات الدفاع الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران ومواقع عسكرية كذلك. الدفاع الجوي الإيراني قد تدخل بسرعة وصد معظم هذه الصواريخ وحال ذلك دون إيقاع أضرار كبيرة، ولكن للأسف قد وقع 4 من الجنود الإيرانيين بالإضافة إلى مدني دفاعا عن أرضهم. في الوقت نفسه قد قتل جيش العدل 10 من ضباط الشرطة الإيرانيين في سيستان وبلوشستان. السيدة الرئيسة، إن اعتداء إسرائيل على إيران واضح، وهو لم يحصل في معزل عن المشهد الأكبر، إن هذا العدوان هو جزء من نهج أوسع نطاقا تمارسه إسرائيل في إفلات كامل من العقاب، فهي تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتستمر بعدوانها وبالتطهير العرقي وبجرائم الحرب ضد الفلسطينيين والشعب اللبناني. ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي، إن هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية تمثل انتهاكا فاضحا وخطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي، وتمثل انتهاكا لحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام ضد سيادة الدول. هذه المبادئ ليست مجرد مثل عليا، بل هي أسس جوهرية يقوم عليها السلم والاستقرار الدوليين. من المؤسف أن يكون الدعم المطلق والثابت الذي توفره الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالإضافة إلى إعاقتها لولاية مجلس الأمن قد شجعت إسرائيل على الاستمرار في جرائمها وعدوانها في غزة ولبنان والآن ضد إيران، ما يقوض بشكل خطير السلم والأمن الإقليميين. السيدة الرئيسة، أعضاء المجلس الموقرون، إن ميثاق الأمم المتحدة يلزم المجلس بتحديد أي تهديد للسلام أو أي خرق للسلام أو أي فعل عدوان، وأن يتخذ قرارات حاسمة لإعادة السلم والأمن الدوليين. وبموجب الفصل 7 يتمتع المجلس بسلطة بواجب الرد بشكل حازم على كل ما يهدد السلم العالمي وبالرد على أعمال العدوان. هذه المسؤولية تتطلب أكثر من الكلام والتوصيات، وهي تتطلب عملا حازما. إن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وعدوانها على إيران وجرائمها المستمرة في فلسطين ولبنان كما في سوريا واليمن تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب بالتالي إدانة مطلقة وتدخلا حازما من قبل المجلس. إن تجاهل هذه الانتهاكات يقوض بشكل كبير مصداقية المجلس وقدرته على إعلاء المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بالرغم من انتهاكات إسرائيل الفاضحة اليوم، مجددا شهدنا اليوم على ازدواجية المعايير التي يمارسها بعض أعضاء المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة. هذه الدول لم تقم بإدانة أعمال إسرائيل غير القانونية التي تمثل انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. بدل ذلك يبررون انتهاكات الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ويصفونها
بالدفاع عن النفس كانت تشن ضد إيران أو ضد شعبي فلسطين ولبنان الذين يعانون بسبب العنف الإسرائيلي الممنهج والقمع الإسرائيلي. إن هذه الانتقائية تقوض القانون الدولي وقيم الأمم المتحدة برمتها. أضف إلى ذلك أن هذه البلدان وبلا حياء طلبت إيران أن تمارس ضبط النفس وأن تتجاهل حقها في الدفاع عن نفسها. هذا الطلب يتناقض مع رفضهم السابق دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن شن عدوان على إيران لصالح السلم والأمن الإقليميين. إن ازدواجية المعايير هذه واضحة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، فإن شواغلهم المزعومة إزاء السلم والاستقرار مجرد كلمات جوفاء. وفعل مضى عام أعطوا إسرائيل كامل الدعم السياسي والمالي واللوجستي وبالأسلحة للاستمرار بارتكاب فظائعها وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين والآن ضد شعب لبنان. السيد الرئيس، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا إزاء هذه الانتهاكات. إن ثمن هذا الصمت واضح في فلسطين ولبنان وإفلات إسرائيل من العقاب يديم دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. لذلك ندعو مجلس الأمن إلى إدانة أعمال إسرائيل بما لا يقبل اللبس ومساءلتها عن هذه الانتهاكات المتكررة والممنهجة للقانون الدولي. فما يحصل حاليا هو حملة عدوان ممنهجة ومستدامة وجرائم فظيعة لا تزعزع فقط الاستقرار في المنطقة بل تهدد كذلك الأمن الدولي. إن شعوب إيران وفلسطين ولبنان، لا بل المجتمع الدولي برمته، ينظرون إلى هذا المجلس ويتوقعون منه إعلاء العدل وصون مبادئ الأمم المتحدة وضمان سيادة القانون. نناشد كل الدول ولا سيما بلدان المنطقة إلى الاطلاع بمسؤولياتها الفردية والجماعية في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين، ونعرب عن امتناننا للدول المحبة للسلام في المنطقة والعالم التي قد أدانت العدوان الإسرائيلي وفهمت خطورة هذه الأفعال والتهديدات التي تمثلها للجميع. إن المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير ملقاة على عاتق النظام الإسرائيلي وعلى بعض الذين يمكنونه، ولا سيما الولايات المتحدة التي تبقى الداعم الأول والثابت لإسرائيل في ارتكابها هذه الفظاعات خطيرة، وهي التي تشل هذا المجلس وتمنعه من الاطلاع بمسؤولياته الأساسية. إن اطلاع الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي من خلال توفير الدراية التقنية والنظم العسكرية المتقدمة لإسرائيل قد شجع إسرائيل على شن عدوانها على إيران. لذلك فإن الحكومة الإسرائيلية متواطئة في هذا العدوان الإسرائيلي وستتحمل مسؤولياته، كما أنه قد سبق للولايات المتحدة أن تواطأت في جرائم الحرب وحملة الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في كلا غزة ولبنان. إن معظم القنابل التي تلقيها إسرائيل على غزة ولبنان هي من صنع الولايات المتحدة. ختاما، السيدة الرئيسة، لطالما ناصرت جمهورية إيران الإسلامية الدبلوماسية واعتبرتها السبيل لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز السلم والاستقرار، ولكن جمهورية إيران الإسلامية بصفتها دولة ذات سيادة تحتفظ بحقها بأن ترد في الوقت الذي تختاره على هذا العدوان، وهو حق تؤكد عليه بصراحة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردنا سيكون قانونيا وملتزما بالقانون الدولي. شكرا.